مشاهدينا الأعزاء، لو سهل بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من زدني علما، وسعداء نلتقي معكم في كل حصة من زدني علما، إلا ونلقى التواصل يكبر يوم بعد يوم ويتحقق من خلال مشاركاتكم اللي توصلنا أما عن طريق الفيسبوك الصفحة الرسمية لزدني علما، وإلا من خلال البريد الإلكتروني، وإلا من خلال التليفون. أهلا وسهلا بهذه الأسئلة وبهذه المشاركات وبكذلك الاختيارات اللي قاعدة توصلنا باقتراحاتكم اللي تورد على زدني علما. زدني علما يحب يكون دائما على صلة معكم بواقعكم بمحيطكم وبشواغلكم وأيضا بما يرتبط بحياتكم اليومية. ومن حين لآخر نحاول أن نستمع إلى هذه الاقتراحات، نستمع إلى هذه المواضيع، عسى أن يكون التواصل دائما بيننا وبينكم كبيرا ووطيدا. اللي لاحظوه من حصة إلى أخرى أنه فما الكثير من الأصوات التي يتحقق معها الدعم، يتحقق معها المساندة، ويتحقق معها خاصة حضوركم بالاستفسار وتقديم السؤال فيما يتعلق بالمعاملات، بالعبادات، بالتشريعات. أهلا وسهلا بها في زدني علما ومع ضيوفنا الكرام اللي أنسونا في كل حلقة من أجل الإجابة عن أسئلتكم، وكذلك من أجل تقديم المعلومة اللي يتيسر لكم في أذهانكم ما يبدو أحيانا عسير الفهم وإلا في حيرة نحاول أن نقلصها ونبددها. اليوم في زدني علما بإمكانكم أن تشاركوا معنا في موضوع على غاية كبيرة من الأهمية عزيز المشاهد. علاش؟ لأنه اليوم في تونس وفي مختلف البلدان العربية أحيانا نستمع إلى كلمة مهمة وكلمة كبيرة وهي الوفاق السياسي. الكثير من المنظمات، من الأحزاب، من الناس تبحث عن هذا الوفاق السياسي، ولكن هل بحثنا جميعا، وهو اللي يهمنا اليوم معاكم في زدني علما، عن وفاق وجداني، عن وفاق عاطفي، عن وفاق إنساني، عن رابط يخلينا الناس الكل كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اليوم مش نتحدث معكم عن مجتمع التراحم، عن قيمة التراحم، التوادد، عن قيمة التحابب، عن قيمة العلاقات الإنسانية الطيبة اللي أحيانا تتفاوت إن بالحضور المتميز وأحيانا تتقلص، وإحنا نحاول مع بعضنا نسأل من المسؤول عن تقلص هذه القيمة، وما هو المطلوب منا حتى نعزز هذه القيمة اليوم باش الناس الكل تقرب لبعضها والناس الكل تتحابب مع بعضها، تحس بي ونشعر بيك، لألامك، لأفراحك، نكون معاك في غصرتك، تكون معايا في وقت الحاجة اللي أنا محتاج فيها لك أنت. وهذا هو فعلا اللي نبحث عنه، مش كعالم مثالي، مش كمجتمع مثالي خيالي طوباوي ما هوش على صلة بالواقع، وإنما نبحث عن الممكن. احنا مش نسأل معاكم انتوما شنو اللي خلينا فعلا نبتعد عن التحابب ما بينات بعضنا، شنو اللي خلينا نبعد عن بعضنا وما يتحققش هذا التراحم وما يتحققش هذا التوادد وما يتحققش هذا التقارب ما بين الناس الكل. السؤال هذا باش نطرحه عليكم من تو، وتجمو تكونوا حاضرين معانا اما كما قلت بالفيسبوك والا بالبريد الالكتروني والا بالتليفون 74 621 607. نذكركم برقم الهاتف 74 621 607، يخليكم مباشرة معنا باش تجاوبونا عن سؤال اللي أنا أعتبره على درجة كبيرة من الأهمية. علاش الإنسان ساعات يخمم كان في روحه؟ علاش ما يخممش في غيره؟ وعلاش ما يشعرش وما يحسش وما يقربش إلى الآخر باش يحصل هذا التماسك المجتمعي المنشود المطلوب المرغوب دائما؟ مش ننطلق معاكم قبل أن نستقبل ضيوفنا في الاستوديو من زدني علما مع روبورتاج، ونسأل علاش الإنسان أحيانا يفكر كان في روحه برك؟ علاش؟ سؤال كبير ولكن إجاباته مش تكون أكبر معاكم أنتوما في هذا الروبورتاج. شنو رايك في اللي يقول نفسي نفسي؟ أناني أناني، هذا مغرور يتم. إنسان يحب روحه بطبيعة. أناني عندي إني موش إنسان ما يعرفش يفكر. رأيي اللي هو ما عندوش ضمير، جملة واحدة. أناني ويحط أناني. أناني تنجم تقول موش وطني، موش ما عندوش حتى ضمير، ما أنا بشيقف مع حد. يقول نفسي نفسي بعثها يوصل لدرجة أنانية وما عندوش تحضر، ما معناتها هي نظرة أنه كل واحد يكون في قلبه، معناتها يشوف كان روحه ما يشوفش غيره. نفسي نفسي ساعة اللي يخمم في روحه أكثر حاجة،
خاطر تو العباد تخمم في روحها قبل ما تخمم في كل شيء، وانا نخمم نقول لك البشر يخمم في روحه في داره ماكش يخمم كو، خاطرك ما يرحمك حد في الوقت هذا. نفسي نفسي كلمه غلطه لازمنا نحيوها، خاطر العباد لازم تتعاون وقتنا تو هيك هو نفسي نفسي مش بيه. بالعكس الانسان اللي يقول نفسي نفسي ما تحب روحه برشا. والله اللي يقول نفسي نفسي نجم يكون حاجته كان بروح، نجم يكون مليع من حكاية أخرى مع كان مع الناس والشيء اللي خلاه أنا يولي خمن كان في روح. والله نشوف أنانية معناها صحب نفس معناها ما يروفش على الخو ما يعرفش معناها، فهمتني؟ نفسي نفسي في وقتنا هذي عنده حق، خاطر الدنيا تخوف واللي تويك بون. بالنسبة اللي الإنسان باش يوصل يخمم هكا بيصير وما هوش منا ما عندوش ضمير ما عندوش وطنية، خطر أم برانسيب احنا دولة واحدة. تو احنا عايشين في مجتمع لازم واحد يحترم اللي عايش معاه ونحبوا بعضنا، احنا مسلمين فهمت كلنا اي يدنا في يد بعضنا، وكيفاش احنا مش نبنيو مجتمعنا لازم نكونوا كلنا نحترموا بعضنا نقدروا بعضنا. تحترم اللي اكبر منك، كيفاش نجموا نرحموا بعضنا في الظروف اللي تعيشها البلاد؟ نرحموا بعضنا بصبر تسامح الصبر التعاطف يقف كي يستحق انسان حد يقف معاه. نتوحدوا مع بعضنا نرموليت في البلاد باش نشوفوا تونس نفس البلاد كما الصفاقسي كما الساهلي كما التونسي. لازم الشعب التونسي لازم الكل يحب بعضه بالتعاون بالمحبه الثقه عدم الغدره الطيبه بالصبر، نصبروا الناس الكل على بعضنا شويه شويه. لازم الناس الكل تخدم بعضها، الناس الكل تعاون بعضها، واحد ما يكونش اناني. تلقى واحد يستحق الحاجه يحب حتى كلمه من عندك كل كسوه، يعني مش كما نقولوا احنا فلوس ولا كل كسوه المعاونات نجم تعاونك الانسان. اول حاجه يلزم الواحد يقدر غيره اللي ما عندوش نعطيه، لازم لي يعاون صاحبه يعاون خوه يعاون انسان مهم. نجمو نرحموا بعضنا كي نعاونوا بعضنا كل واحد من ناحيته معناتها سدجا ونلوجوا كيفاش تبدا البلاد امنه. هذيك العنف وكل شيء لازمتنا نبعدوا على ذيك الكل، حاجه نتفهموا على حاجه معناتها مبدا حاجه توحدنا باش نجمو نحكيو. اذا كان كل واحد باش يقعد يشوف معناتها المصلحه نتاعو وين وشنو اللي يساعده، فهمت كيف ما نلقاو نوصلوا حتى نتيجه فهمتي. البارز مشاهدينا الاعزاء في روبورتاج انكم تتحدثوا بشكل كبير عن اهميه التوادد والتحابب والتقارب وأهمية أنه الإنسان يبعد قدر المستطاع عن حب الذات ويبعد قدر المستطاع عن الأنانية، وهذا أمر مطلوب وهذا اللي لا شك أنه يخلينا في قلب موضوعنا اليوم معكم أنتم، وحتى من خلال أسئلتكم اللي وصلتنا في البريد الإلكتروني وإلا في الفيسبوك من خلال الإعلان عن موضوع الحصة يدل على أنكم تنبذوا هذه القيم الهجينة مثل الأنانية وحب الذات اللي تعرفوها هي غريزية في الإنسان، ولكن صحيح هي غريزية ولكن زاد الرشد من هذا السلوك أحيانا، لأنه قيمة التحابب والتوادد والتراحم بين الناس عندها أهمية كبيرة ومرجعيتنا في ذلك هو ديننا الحنيف. الأستاذ أحمد بوشحيمة يأنسنا في الأستوديو، مرحبا بك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي نوري ومرحبا بمشاهدين الكرام. يعيشك. على العهد والوفاء كالعادة إن شاء الله نتواصل بما يفيد وربما يقدم الجديد إن شاء الله. نعم أستاذ أحمد، أكيد أنه قيمة التحابب والتوادد قيمة مطلوبة وما نحبوهاش تكون شعار وإلا قيمة مثالية نتحدث عنها في مرجعيات وفي أدبيات وفي كتب، وساعات يقول لك بلاش تحكي أنت في المجتمع يا ترى تحكي فعلا عن قيمة موجودة فعلا وإلا هي قيمة منشودة فقط لأنه ما عندهاش سند واقعي، في حين اللي احنا السند الواقعي متاعنا هو مرجعيتنا الدينية وديننا الحنيف اللي أكد على قيمة التراحم والتوادد. التراحم نعم، التراحم قيمة في الإسلام ذات أهمية قصوى، والله تعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم، الرحمن كثير الرحمة، الرحيم دائم الرحمة، فهو كثير الرحمة ودائم الرحمة ورحمته وسعت كل شيء كما يقول في القرآن الكريم، يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فالحمد لله رب العالمين. كلمة رحمة ومشتقاتها جذر رحمة ومشتقاتها في القرآن الكريم كم تكررت من مرة؟ تكررت 39 و300 مرة، 339 مرة نجد
كلمة رحمة ومشتقاتها، الرحمن الرحيم الرحمون إلى آخره. هذا له دلالة أنه في القرآن تتكرر هذا العدد الكبير من المرات، يعني أنه الإسلام احتفى واعتنى بالرحمة والتراحم، والله سبحانه وتعالى كتب الرحمة على نفسه. نعم، والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الشريف بعد أن خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، هكذا إذن مكتوب فوق عرش الرحمن. نعم، إن رحمتي غلبت غضبي. إذن التراحم فيه معناها شيء يقرب الناس من بعضهم. نعم، يخليهم يحبوا بعضهم، يخليهم يتواصلوا بوجدان وبمحبة. التراحم مطلوب في ديننا، في الحديث الشريف الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، هو راه القيمة هذه يا أستاذ أحمد قيمة بارزة وقيمة كبيرة، ودل عليها ديننا الحنيف في أكثر من مناسبة، والنصوص تؤكد هذا في أكثر من مرة، سواء كان في القرآن أو في السنة أو في الفقه، كلها تؤكد على أن هذه القيمة هي قيمة مطلوبة ومرغوبة. ولكن ما مدى حضور هذه القيمة في المجتمع، في الحياة، في واقعنا اليومي؟ هل قاعدين نعملوا بها ولا قاعدة مجرد سندات نستند لها لأجل تقديم حجة وبرهان، وإلا فعلا هي حجة واقعية بالإضافة لكون حجة نصية؟ هو كل مطلوب وكل تكليف نعم في شريعة الإسلام يتفاوت الناس في الاستجابة إليه وفي تطبيقه. نعم، فنجد من يتعامل بالرحمة والتراحم مع الناس. نعم، مش حتى مع الناس، حتى مع الطبيعة، حتى مع الحيوان. نعم، فهو يرحم النبات والحيوان ويرحم الطيرة، وهناك من في طبعه قسوة وفي هكا طبيعته جفوة وغلظة والعياذ بالله، وأنانية، وأنانية أكثر من اللازم. الأنانية هذه مشكلة كبيرة، لأنه الإنسان لما تكبر في نفسه الأنانية يصبح عنيف ويصبح لا يريد إلا لنفسه، ولا يعمل بتلكم الحكمة الخالدة اللي بينها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باش تكون العيشة والحياة تكون فيها معنى، وفيها فما إضفاء المعنى على الحياة وإضفاء المعنى على العيشة اللي نعيشوها. نعم، إذا ما يكونش فما تراحم، فما تواسيني ونواسيك ونحاول القادر فينا يقضي حاجة العاجز. نعم، وصاحب المال يجود بما أتاه الله من ماله على من قدر عليه رزقه، والله تعالى يقول لنا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني ربي أعطاك المال أنت أعطي. كان أحد الشعراء أعطاه الخليفة بعد أن قال شعرا أمام الخليفة، فخرج وهو يعطي ويعطي للفقراء، قالوا له: أعطيت مالا ففرقته على الفقراء. قال: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فزاده الخليفة عطاء آخر. نعم، هو راه أن الإنسان يكون كريم، الكرم لا يكون بالمال فقط، والكرم يكون بالمشاعر، بالأحساس، بالمعاملة الطيبة، بالتضامن، بالتحابب، بالتراحم. هذه القيم اللي نجم فعلا تكون هي صدقة، لأن الإنسان كيف يقوم بها إنما يؤكد على فعل حسن، ويؤكد أيضا على قيمة طيبة مطلوبة في معاملاتنا حتى في حياتنا اليومية. صاحب مع صاحبه، الجار مع جاره، لحمة مع الكنة، العلاقات الإنسانية اليومية، حتى في التجارة، حتى في المعاملات. هل ترى احنا نحب بعضنا وإلا كل واحد خليني أفكر في روحي برك؟ خلينا نشوف احنا هل هذه المعطيات موجودة على أرض الواقع ولا، من خلال حضور الأستاذ عمر الملولي أنسنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. مرحبا بك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيتي إلى كل مشاهدينا
عبر قناة القلم الفضائية المباركة. تحيتي إلى أستاذي سي أحمد وإليك أخي نوري. يعيشك سي عمر. قيمة الرحمة والتراحم من القيم الأصيلة في الدين الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة العالمين. نعم. هذه الرحمة التي يمكن اعتبارها غذاء، هي غذاء الروح، يأخذها الإنسان من أمه. نعم. الأم ترحم والدها وترحم صغيرها وتعلمه الحنان والرأفة والرقة، والوالد أو والوالدان يرحمان الأبناء من خلال تربية الأبناء وتربية النشأ على العادات الطيبة. نعم. على السلوكيات الإسلامية، على المحبة، على احترام بعضهم بعضا، على محبة بعضهم بعضا. والمعلوم أن الإسلام أوصانا بصلة الرحم، وما أوصانا بصلة الرحم إلا للتراحم. نعم. فالأسرة الإسلامية مدعوة إلى التراحم فيما بينها أولا، الأب والأم والأبناء يتراحمون، وهذا التراحم كما قلت مشكور، معناها يخرج إلى مستوى الجيران والأهل والعشيرة والأقارب وغيرهم. نعم. بالنسبة لخلق التراحم كما قلنا هو خلق إسلامي، هو خلق ثبت من خلال سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أيضا سلوك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يترحمون. وكما قال سي أحمد، الرحمة مطلوبة حتى مع الحيوان، مع الطبيعة. الإنسان مطالب بأن يأخذ مثلا من الماء حظه وحقه، ولكن ليترك هذا الماء، ليترك هذه الخيرات للأجيال الآتية التي تحتاج إلى مثل هذه الخيرات. تبقى على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، المستوى الفعلي الحقيقي نعيش فيه يوميا في معاملاتنا. حسب رأيك أنت شنو ترى الأغلب؟ هل ترى قيمة التوادد والتحابب والتراحم والتضامن ما بين بعضنا الناس الكل، وإلا كل واحد يفكر في روحه يقول لك أخويا أنا المهم أنا لباس وعائلتي المصغرة لباس والبقية ما يقلقنيش ما يهمنيش؟ كيف ترى هذا التفاوت في أهمية الوعي بهذه القيمة في حياتنا ومعاملاتنا أستاذ عمر؟ هو الواقع والحمد لله المجتمع التونسي مجتمع متراحم، يظهر ذلك مثلا من خلال تلك الهبة الجماعية لنجدة إخواننا اللاجئين على الحدود منذ معناها عهد قريب. أي معناها الحضور متاع القيمة هذه كان في الغصرات، كان في أوقات حرجة، وإلا يجب أن تكون موجودة بشكل لافت يوميا، لأنه هذا السؤال اللي نطرحه لمشاهدين الأعزاء، وتجمو تجاوبونا وتشاركونا في الحصة من خلال زدني علما. نعم. هو المفروض أن تكون موجودة في كل وقت وفي كل حين. نعم. والمفروض أن تكون موجودة في كل سلوك وفي كل تصرف، ولكن على كل حال هذه الهبات تدل على هذه الطينة الطيبة لشعبنا التونسي الذي يهب عند الفيضانات، يهب عند ربما المشاكل الطبيعية، يهب لنجدتي ولنصرة إخواننا اللاجئين، لنصرة أيضا إخواننا الليبيين. تبقى فيما بيننا هذا التراحم كذلك موجود اليوم، يعني والحمد لله الكثير من الجمعيات الخيرية ماذا تفعل؟ إنما هي تغرس هذا الخلق من خلال فعلها ومن خلال مد يد المساعدة للعائلات المعوزة، وهذا شكل من أشكال الرحمة. اليوم كذلك هناك حرص على كفالة الأيتام، على كفالة الأرامل، والتراحم مطلوب في كل وقت. بقي أن هذا التراحم لابد أن نعطيه أهمية قصوى فيما يتعلق بالتربية، لأنه اليوم التراحم مطلوب أن نغرسه منذ الصغر، يعني في تربية أبنائنا، في تعليمهم، حتى يوقر الصغير الكبير، وحتى يترحم الكبير أو يرحم الكبير هذا الصغير. فبالتالي لابد من الحرص على هذا الخلق من خلال برامجنا التعليمية، وأيضا لابد أن نحرص على هذا الخلق أيضا في سهراتنا العائلية، بحيث يذكر الأب أبناءه بضرورة التراحم. وكان نرجع للقصص القرآني، يعني ما السر في ذلك الكيد الذي كان من إخوة يوسف ليوسف عليه السلام؟ يعني هنا ربما هو ممتحن من قبل المولى سبحانه وتعالى، ولكن لنأخذ من قصة يوسف عليه السلام العبر التي تجعل من واجب كل والد ومن واجب كل والدة أن يغرس هذا الخلق الرفيع في أبنائه، حتى لا يصل إلى الصدام والنزاع وربما حتى إلى القطيعة. نعم. أستاذ أحمد، إلى ما يؤول أمر المجتمع إذا ما تربى فيه أبناؤه على الأنانية وحب الذات وغرس قيم هجينة تخلي الإنسان يفكر كيف يروح برك؟ طبعا هذا لا سمح الله يؤول بنا إلى ما لا تحمد عقباه. فالأنانية تزرع الحقد وتزرع التباغض، والأنانية هو إذا رأى الإنسان أخاه في نعمة فإنه يحسده، وأنه ربما يكيد له
ليحل محله. نعم. والأستاذ عمر الآن كان يتحدث على إخوة يوسف كيف رأوا أخاهم يحظى بحب والده، فأنانيتهم جعلتهم يكيدون لهذا الأخ، وكان الأولى والأصوب والأصلح أن يحبوه وأن يتحابوا وأن يقتربوا وأن يبذلوا من جهدهم ومن أنفسهم ليحبهم أباهم مثل ما يحب أخاهم. إذن احنا كلما ابتعدنا عن التراحم وكلما طغت الأنانية كلما كانت المادية هي السائدة، وكلما تعكرت الأحوال وفسدت العلاقات بين الناس والفوضى والمكائد والعياذ بالله، ثم إن هذا أمر لا يرضي الله. فالله تعالى يحب من عباده أن يكونوا إخوانا، يحب من عباده أن يكونوا متراحمين متعاونين متآخين، هكذا يحبنا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان تراحمنا وتقاربنا وصار المرء يبذل من نفسه محبة وقربا عاطفيا نحو إخوانه في المجتمع، فهذا يزيد اللحمة. نعم. ويقضي على الآفات، يقضي على آفة الحسد، يقضي على آفة التباغض والمكائد والنميمة والأشياء التي تشتت وتفتت المجتمع. والله تعالى يحبنا أن نكون متحدين متراصين كالبنيان المرصوص في شتى المجالات، سواء كان الجانب الاجتماعي السياسي التربوي، كل هذا لابد أن يكون تحضر فيه. نعم. هذه القيم. نعم. التماسك. نعم. 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 في مستوى العائلة وبين. نعم. أفراد العائلة. نعم. بدءا ببر الأبوين اللي الإسلام أعطاه مكانة كبيرة جدا، خلاه مباشرة بعد الإيمان بالله وبعد. نعم. عبادة الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. فهوني الرحمة بالوالدين والعطف عليهما وقضاء حاجتهما، هذا يعلم الأجيال الأطفال والصغار أن ينشأوا على تلكم القيم. نعم. وينتقلوا هذا، فما عدوى مباركة عدوى إيجابية هي عدوى الأخلاق، كما فما عدوى في الفيروسات وفي الأخلاق السيئة كذلك فما عدوى. عدوى بكثر منها إن شاء الله. عدوى مباركة، عدوى إيمانية. نعم. عدوى طيبة. نعم. هي أن يقتدي الصغار بالكبار فيما يفعلونه، وقت يرى الطفل يرى أبوه يتفقد أحوال جاره الفقير ويتحسس حاجته وربما يرسل إليه دون أن يجرح شعوره، هذا الطفل يلاحظ ويسجل، عنده قدرة على التسجيل عجيبة. نعم. الطفل. نعم. في مراحل الطفولة الأولى خاصة، وأكيد ستترسخ هذه القيم التي يستبطنها وتبقى مخزنة لديه وسيتصرف بها عندما. نعم. يكبر. تراش أنه نعم تراش أنه أستاذ أحمد أنه قيمة المادة اللي ضغط اليوم على حياتنا ومعاملاتنا اليومية خليت الناس تفكر إلا في أنه تستثمر كيفاش تعزز رصيدها المادي أكثر من يتعزز رصيدها المعنوي في العلاقات في المعاملات الطيبة، وتخلينا نفكر فيها ونفكر فيك من غير ما نفكر في الحسابات، ولينا نحسبوا برشا اليوم، نحسبوا أكثر من لازم. هذه هي الحالة اللي ربما نتوجس منها ونخاف منها، وإن شاء الله نقول تكون محدودة وأنها لا تنتشر ولا تكثر، فما موجود. نعم. في المجتمع اليوم ناس لا يفكروا إلا في مصلحته، لا يفكروا إلا بمنطق الدرهم والديناري. نعم. لا يفكروا بمنطق الرحمة والتراحم والإخاء يا لطيف، يقول لك أنا في نهاية الأمر أقضي حاجتي وأوفر ما يلزمني شيء يهمني في غيري. نعم. وهذه معناها الأنانية هذه أو هذه النزعة الفردية وعدم الإحساس بالغيرية، أنك تشعر بغيرك، تشعر بألم الفقير،
وكما قلت انت منذ قليل استاذ نوري بارك نعم. الله فيك انه التراحم مش في قضيه الماديات فقط، فما مجالات اوسع بكثير من قضيه الماده نعم. فما ان تقف معنويا الى جانب اخيك ربما المصاب الذي اصيب او الذي ألمت به ربما مشكلة أرقته وأزعجته، فما الوضعيات الاجتماعية عندما مثلا تشح بضاعة من السوق، الناس اللي يمشي بسرعة ويحاول أن يشتري كل ما يجد ولا يترك شيئا لغيره، وكأنه في السوق في التجارة نعم، واللي يخلي السوق السوداء تكثر في البلاد أنه كل إنسان خمم في روح اليوم أنا شنو باش نربح اليوم، ويولي هكا النوع من الاحتكار المذموم واللي هو يدل على أنانية ويدل على قسوة قلب ويدل على ضعف إيمان، لأن المؤمن شبعان، المؤمن غني نفسه غنية، وإحنا ديما نسأل الله أن يغنينا بفضله عن من سواه وأن لا يحوجنا إلى أحد من العالمين إن شاء الله، ونقول ولكن أما صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج نعم. وهك علاش ديننا يعلمنا فضيلة الترحم، فضيلة التآخي، وهكذا كان مجتمع الصحابة نعم. وإحنا روينا قصص من سيرة الصحابة في الحصص الماضية كيفاش كان الصحابة يتراحمون وكان كل واحد منهم يشعر بحاجة الآخر. وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه والسيدة فاطمة لما نذر صوم 3 أيام نعم. وصام اليوم الأول وعند الإفطار حضروا إفطارهم قريصات من خبز الشعير، فإذا بسائل بالباب يقول أطعموني مما أطعمكم الله، فيعطونه ما عندهم ويبقون على الطواء يشربوا الماء ويكملوا يصوموا من غدوة، وثلاثة أيام في كل ليلة يعطيه للفقير، حتى نزل في حقهم قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما يشوف الإنسان خوه في حاجة ساعات يقتسم هو وياه اللقمة وساعات ينحي اللقمة من فمه ويعطيها الخوه. هذا احنا وقعنا بعيد شوي على المستوى هذا، لكن نأمل ونرجو وما مثل هذه الحصص إلا للتحسيس وإلا للتذكير، لتذكير الغافلين، لتحسيس من لا معناها من لم يحس بهذا الأمر نعم. فإن شاء الله تحرك في النفوس الأبية إضافة إلى ما هو موجود من خير في مجتمعنا الطيب الحقيقة نعم. أنه نعم. مجتمعنا فيه ناس احنا ديما نلوجوا على الجانب الآخر. انت قلت نعم أستاذ أحمد ذكرت حضرتك أنه الوضعيات الاجتماعية فيها نقص لهذه القيمة، قيمة التراحم والتوادد والتحابب. وإحنا السؤال السناع لكم مشاهدين الأعزاء تجمو تجاوبونا من خلال التليفون، علاش نوصلوا إلى هذه المرحلة أنه الإنسان يخمم كان في روحه، وشنو الحاجات اللي تخلينا فعلا نتفادى ذلك، شنو هي المعطيات اللي تجم تخلينا نتجاوز الأنانية وحب الذات ونفكر فيك وتفكر فيها. التليفون اللي موضوع على ذمتكم في الشاشة خليكم مباشرة معنا في هذه الحصة المباشرة من زدني علما 74 621 607. أستاذ عمر ذكرنا أنه قيمة التراحم والتوادد صحيح تظهر في مناسبات، تجم تكون موجودة في أعياد، في رمضان، تجم تكون في مناسبات وأحداث تعيشها بلادنا مثل العودة المدرسية، ناس كل جمعيات تبدأ تتعاضد وتتكاتف وتتحابب وتتراحم وكل واحد شنو يقدر باش ينجم يعاون به الآخر. ولكن تراشي أنه قيمة التراحم لا تكمن فقط في هذا المد المادي بقدر ما أنه تجم تكون كذلك مثل ما ذكر أستاذ أحمد في أيضا الجانب المعنوي، معناه تقف معايا وتواسيني بالكلمة الطيبة وبالكلمة الحسنة وبالمعاملة الطيبة، هي نفسها تجم تعزز هذه الصلة اليوم ما بينات الناس في بعضهم. هو طبعا لابد من الحرص على الصدق في المشاعر والصدق في الأقوال والصدق في التناصح، لأنني لما أقف إلى جانب أخي وأقدم له نصيحة، هذه النصيحة معناه أساسها الصدق، أساسها أن أرشده إلى ما يجب أن أرشده إليه، هذا في حد ذاته مكسب عظيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن هنا ربما نتحدث عن قيمة التضامن والتراحم في المجتمعات الموجودة الآن. التضامن والتراحم يرتبط ارتباطا وثيقا بالصدق، لأنه لما يطرق بابك مسكين ويطلب منك معونة
وتراه في ذلك الحي يطرق كل الأبواب ويطلب معونة. نعم. ومهما قدمت له من معونات لا يشبع، فكيف أتحدث عن خلق التراحم؟ والحال أن الصدق قد يكون مفقودا لدى كثير من السائلين، ممن حتى إذا ذكرته بأن كثرة السؤال إنما هي ربما معناها من المنكرات من الأفعال التي يجب تركها، ومع ذلك لا يمتثل. إذن الخلق الإسلامي هو خلق واحد، القيم الإسلامية هي قيم واحدة. اليوم مثلا لما نأتي إلى مسألة التدين، مثلا نطلب من سي أحمد مبلغ مالي على اعتبار أنني اقترضته منه إلى أجل كذا، ولكن بمجرد أن حصلت على هذا القرض المالي أدير إليه وجهي وظهري ولا ألتفت إليه، وحتى إذا حان الموعد وطلبت منه أن يرجع ذلك وأن يعيد ذلك، يعني ربما استنكرت وربما عبرت عن ذلك بشيء من الغضب وقلت معنا هل هو في حاجة فعلا إلى ذلك؟ كأن المسألة لم تعد مربوطة بالتراحم فقط، وإنما هي مربوطة بالصدق أيضا، مربوطة بالوفاء بالعهد والوعد، مربوطة أيضا باعتبار وأن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه، وأنني إذا أعطيتك اليوم قد أكون محتاجا لما أعطيتك غدا. يعني لو أعطيتك سلفة، لو أعطيتك هبة، يعني الله سبحانه وتعالى يبارك للجميع، لكن لو أعطيتك سلفة وحان الوقت والسلفة من باب التراحم، فلماذا لا نعيد ما استلفنا وما اقترضنا من الناس إذا حان الأجل؟ يعني هنا المسألة أيضا ترتبط بخلق اجتماعي أو ربما بسلوكات اجتماعية يجب أيضا أن نعيدها إلى النفوس، ألا وهي الصدق في الوعد، الصدق في العهد، وكذلك أيضا لابد أن نعيش ضمن إمكانياتنا. نعم. يعني اليوم أطلب من هذا ومن ذاك أن يعينني، والحال أنني يمكن مثلا أن أقتصر في حفل الزفاف على ربما بعض المراسم التي تتناسب مع إمكانياتي، فلماذا أحرج نفسي وأطرق الأبواب وأقول للناس لماذا لا تقدموا لي العون، والحال أن ذلك سيكون في إطار الكماليات وليس في إطار الضروريات، حيث المجتمع في حد ذاته في حاجة إلى استفاقة جديدة، في حاجة إلى استفاقة على اعتبار أن المال مال الله، وعلى اعتبار وأن المال ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة الحياة، وفي حاجة أيضا إلى أن نحدد ما هو الكمالي. نعم. وما هو الضروري. نعم. ثم مع ذلك نتحدث عن التراحم. نعم. نواصل معكم مشاهدين الأعزاء في تقبل مكالماتكم الهاتفية اللي توصلنا عن طريق التليفون 74-621-607 في هذا البث المباشر مع أخونا عز الدين الشعبوني من صفاقس. مرحبا بك عز الدين. مرحبا بكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عز الدين. أحسن الله إليك. يعيشك. سامحوني إذا كان حبيت ندخل في ولو حتى الموضوع خارج شوية على الموضوع الحصة. نعم. ما حبيت لفت انتباهك لبعض الأئمة والمشايخ بارك الله فيكم وفيهم في خطب الجمعة، يعني لاحظوا بعض التطويل في الخطبة، الناس يعني ثم مرضى ثم العجز ثم اللي ما ينجمش يشد الوقت كامل هذاك باش يشد الخطبة، ماذا بينا التيسير في الخطب. معنى ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا موضوع نحل اليوم التراحم معناها ما بينات بعضنا. نجم تقول يعني هذا تدخلكم وملاحظتك اللي حبيت تبديها سي عز الدين. سي عز الدين تراشي انه اليوم احنا الناس الكل مسؤولين عن تعزيز قيمه التراحم والتضامن ما بينات بعضنا، ولا ترى انه المجتمع اليوم بعد شويه عن هذه القيم حسب رايك انت وحسب محيطك حتى في عائلتك او في محيطك انت اللي تعيشه؟ والله التراحم مازال موجود بالرغم اللي احنا قاعدين نفقدوا فيه شويه شويه يعني، وتلاحظ اللي ولكن الخير مازال موجود الحمد لله. علاش قاعدين نفقدوا فيه يا سي عز الدين حسب رايك انت؟ نعم. شنو هي الاسباب اللي تخلينا نفتقد لهذه القيمه وقاعدين نتراجع عن انه نكسبها يوم بعد يوم، علاش حسب رايك انت؟ والله نشوف اللهفه على الحياه، الجري وراء الدنيا شاغل برشا ناس، يعني واخو تيار كبير وجابد الناس الكل في التيار هذا. يعني اللهفة على الدنيا هذه هي بأتم معنى الكلمة اللي خلت الناس الكل تبعد على بعضها. معناها الإنسان كيف يبالغ برشا في أنه يحب ياخذ من الدنيا أكثر من اللازم، أكيد أنه الشيء هذا مش يأثر على سلوكه ومش يأثر على تماسك المجتمع حسب رأيك أنت. هذا حسب رأيي أنا. نعم. وربما العلماء والمشايخ بارك الله فيهم يوضحون أكثر الموضوع. نعم نعم. شكرا لك يا سي عز الدين. الله يبارك فيك. ومع التحية ومرحبا بك وأنسنا في زدني علما. أستاذ أحمد شكرا. أستاذ أحمد لاحظوا أنه أحيانا الإنسان يرى أنه قيمة التراحم قاعدة تتخلص في المجتمعات وفي حياتنا،
من غير ما أنه ربما ننظر إلى سلوكنا، إلى وقعنا إحنا، معنا ذواتنا، ديما نقول الآخر، الآخر هو اللي مش قاعد يفكر فيه، الآخر مش قاعد يحبني، الآخر مش قاعد ربما يفكر في 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 حاجاتي، معناه وإحنا نساو مسؤولياتنا في ذلك. نعم. ثم نجيب عن سؤال الأخ الكريم في عز الدين. نعم. نعم، هو هذا الأمر حتى وإن كان موجودا بين أفراد المجتمع، فهناك مسؤوليات لدى أطراف معينة يجب أن تتصدى له. ديما نرجع للمهد الأول للتربية، الأسرة، ثم المدرسة، ثم المجتمع الواسع الكبير. ديما فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان الأسرة فاقدة لهذه القيم يا أستاذ أحمد، شكون مش يعطيها القيم هذه؟ إيه، إذا كان المجتمع زاد بدأ يتخلى عن تجديد مثل هذه القيم في في نعم. معاملته، شكون مش يحفزها، شكون مش يدعمها؟ شوف أخي نوري، المسألة هذه تستدعي تكامل، وفاقد الشيء يأخذه من الذي عنده. نعم. إذا كان الأسرة فاقدة للشيء هذه، نقول دور وسائل الإعلام أن تحسس الأسرة. نعم. وما برنامجنا هذا إلا ربما محاولة أو مساهمة منا متواضعة، نرجو أن تكون نافعة ونافذة إلى القلوب إن شاء الله. أي. نعم. إذا كان المجتمع فئة منه تغطى عليها الأنانية، ثم فئة أخرى ترجعها. نعم. عنا كثير من الأطراف. نعم، حتى في الجانب السياسي أستاذ أحمد، اليوم بعض الناس تقول لك كل حزب يفكر في روحه، كل واحد يحب يكون هو الموجود في الحكم، كل واحد هو اللي يحب ياخذ السلطة، كل واحد هو اللي يحب يكون موجود في كرسي الحكم، يفكر في روحه وما يفكرش في الآخر وما يفكرش في الناس. نعم، وما يفكرش في الناس. هذا هو، هذا نعم. هو معنى سواء في الجانب السياسي أو في المجتمع أو في وسائل الإعلام، في المؤسسات التربوية، لابد أن نغرس هذه القيم. إذا كان من المعلم ما يغرسهاش بين تلاميذه، والأب ما يغرسهاش بين أبنائه، والعقلاء في الحي يغرسونها في جيرانهم، وهكذا هذا هو مجتمع المؤمنين. الكبير يعقل الصغير، الكبير يعقل نعم. الصغير، والمتعلم يعقل الناقص تعلم. نعم. ونعذر بعضنا، والصاحب يعقل صاحبه، ومن الترحم من نعم. الترحم نعذر بعضنا. وإذا كان إنسان ما يعرفش حاجة، ما ننزلوش عليه ونهبطوا عليه لأنه ما عرفش، وننعته بأبشع النعوت، وكأنها شماتة، وكأنها شماتة، وربما نعنفه. وهنا يحضرني ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان جالس في المسجد. نعم. فجاء عربي فقام وجاء في ركن من المسجد ورفع ثيابه وبال، عافاكم الله أعزكم الله، فقام إليه الصحابة يريدون أن يضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه اتركوه اتركوه، فتركوه حتى أكمل، ثم قال أريقوا على بوله سجالا أو ذنوبا، يعني إناء متاع ماء، إنما بعثتم ميسرين. فقال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ العرب، لقد ضيقت واسعا، رحمة الله واسعة، خلي ربي يرحم الناس الكل، يرحم الناس الكل إن شاء الله. يعني شوف هما نعم. هما يعني وقت هو في حالة قضاء حاجة بشرية. نعم. وقاموا إليه سيعنيتونه. معناه أنت حبيت تفكرنا كيفاش الإنسان يعذر خوه المؤمن. نعم. نعم. يعني هذا من عنوان للتراحم. نعم. كيفاش نعم. نرحموا بعضنا؟ يا سيدي أنا غلطت. الأعرابي هذا في بيئته. نعم. في بيئته الصحراوية يفعل هذا بلا حرج. نعم. نعم. ولا يعرف أنه في المدن جاء الأول مرة ربما للمدينة وفي مسجد وكذا، وقام بعمل رآه الناس لا يليق. نعم. فنعذره ونرحمه. لابد أن نتراحم في مساجدنا. وأنا حبيت نعلق الحقيقة على كلام خونا عز الدين. نعم. كلام خونا عز الدين شعبوني بالنسبة للأئمة اللي طولوا في المساجد، والأئمة اللي تطول في الخطبة وتطول في الصلاة. نعم. وتطول في الركوع إلى حد
أذكر مرة أني قلت سبحان ربي العظيم في الركوع 17 مرة والإمام مازال راكع. يعني حقيقة أنا لا أنظر ربما لحالي أو لحالي شاب فتي مثلك، لكن أنظر إلى حال ذلك العجوز الذي لا يستطيع الركوع، أنظر إلى حال ذلك المريض الذي لا يمسك نفسه عن نقض الوضوء مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا يقول إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. ولما معاذ بن جبل صلى بالناس وطول عليهم حتى ضجروا وتعبوا شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ؟ يعني من التراحم أن لا من صعبوش على بعضنا الأمور، نسهلوها نسهلوها في قضاء الحاجة. وتعدي لي ونعدي لك. نعم، الموظف راعيني وراعيك. الموظف إزاء المواطن الذي يأتي لقضاء حاجة وتخليص معاملة ينبغي أن يرحمه. كذلك في المستشفيات وهالمرضى المساكين اللي في طوابير ومنذ الصباح ويجي من مكان بعيد، نرحمه الكبير ونخليه ونسبقوه أقبلنا. والمريض والمرأة والطفل الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير. الصغير يحتاج إلى رحمة، لا يحتاج إلى عنف. معناها لا نصلح حال الصغير ولا الفقير ولا غيره بالتعنيف والعنف، وإنما بالكلمة الطيبة وباللين وبالمسايسة. وهذا هو التراحم، هذا هو التراحم الحقيقي. نواصل مع المكالمات الهاتفية مع أخونا وسام بالي من صفاقس. مرحبا بك وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله حبيت ندخل في الموضوع هذا اللي هو موضوع هام جدا واللي باش ترتكز عليه أسس المجتمع بصفة عام. يعني وبداية نبتدأ بحديث النبي الشريف صلى الله عليه وسلم قال المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشده بعض يشد بعضه بعضا. لذا احنا نراه في المجتمع، خاصة مجتمعنا، احنا نحكي عن المجتمع التونسي، نراه الصفة هذه تلاشات ولا حد يتأسف كيقول لك الكلام هذا في الطرقات في المدارس في البيوت خاصة أصلا. حتى في المجتمع بصفة عامة كما قلت سيادتك في السياسة أصلا، الذي خمم كان في ذاته وموش غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله يحلف ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان. ناخذ الصيف هذه مثلا حديث هذا نرى حشاكم أنت سامحني في اللفظ، الفضلات اللي تلقى في الأكياس هذه أكثرتها من الأطعمة، ولو أنه ثم ناس محتاج الأطعمة هذه وتجي للناس تسلم مثلا كما قال الشيخ عمر، قال الناس القادمة تقول أنا محتاج أنا محتاج، ورغم ذلك تلقى في فضلات الخبز وتوصل حتى اللحم رغم غلاه. هذه مع صفة التبذير نقصت من صفة التوادد والتراحم بين المسلمين. علاش؟ خاطر المسلم يحس بخور المسلم وقتاش وقت يكون القلوب متصافية وكل تخدم في سبيل الله سبحانه وتعالى. والقلوب صافية حسب رأيك أنت ولا يا أخويا وسام؟ القلوب صافية ولا لا؟ والله حاليا يؤسف الأمر على هذا، الواحد يقول على مرارة اللي نراهنا في الطرقات غير ذلك، ليس هنالك صفة قليل إلا من رحم ربي. حتى في الطرقات تلقى ثم كلنا نسير في الطرقات ونراه التجاوزات الغير مشروعة، ونراه كيفاش العباد تحق في الضواد وعدم احترام إشارات المرور. كل هذا ليس من خلق الإسلام. الإسلام لم يأتي للقتل ولا للعن ولا للشتم ولا للاستهزاء، بل أتى ليؤلف بين قلوب الناس. طيب وسام، أنت كي تبدأ في الطريق ساعات وتبدأ فما ذروة في مستوى حركة المرور ويكون أنت اللي عندك الحق في أنك تمر في الطريق، حسب رأيك أنت تخلي الطريق لغيرك ولا تفكر في روحك برك وتقول خلينا نتعدى وشي يمني في غيري، خاصة في ذروة الحركة المرورية اللي قاعدين نشهدوها يوميا وسلوك المترجل ولا سلوك السائق اللي قاعد ساعات يخرج عن الحد المطلوب، معناه يفكر كيف يروح، اعطيني انا نخرج من الغصره هذه وشي مني في غيري. انت كي تبدا في الطريق شنو تعمل؟ والله انا والظرف خاصه انا هذه انت والظرف، هذه انت والظرف نفهموها نولي ناخذ الاولويه نتاعي، لكن مش بك التعنت ولا بك الاصرار. ايوه، لكن اذا في صوره ما ثم اولويه، خاصه يوقع بلغتنا نقولوا امبوتياج، باش نحب ناخذ اولويتي بالسيف. أيوة. نكمل نزيد الامر تعقيدا، نتخلى على الحق نتاعي باش على الاقل نسامح الخياني باش تعداو حتى الصف الاول او الثاني نتاع السيارات حتى تتسرح هذيك الازدحام. ايوه، اما اذا كل واحد يتشبث بحقه، ساعات الواحد لازم يسير في حقه لاجل الغير، وهذا هو ديننا سبحان الله. معناه ينسى روحه، تقول انت شويه باش يخلي الاخر مثال، لانه افضل انه كان كل واحد يتنازل شويه. مش يتنازل برشا، شويه
تتركش ربي يرحمنا سبحان الله. إن شاء الله ربي يرحمنا. قال كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. إحنا إذا بعدنا على الدين شوية ولينا متثبتين، كل واحد حقي وكل واحد لا أنا نخو، كل واحد يطالب بحقه الشخصي وكل واحد يتشبث بأمر ذلك، وقع هذه الخلطة ووقعت هذه الفوضى في المجتمعات العربية جاي أسفة. إذن ما هو المطلوب يا سي وسام؟ المطلوب أنه كل واحد كما قلت أنت يتنازل شوية ويرحم خوه ويخمم في غيره كما يخمم في نفسه، معناتها كما نقول احنا كي الشمعة يذوب نعم. باش يضوي غيره. احنا ما نحبكمش تذوبوا ما نحبكمش تذوبوا، نحبكم كلكم تنوروا خويا وسام. الذوبان الفناء هو الذوبان الرمزي لماذا؟ نعم. هيك الذوبان نتاع النفس الشحيحة نعم. ولكن النفس البغيضة ولكن نعم. النفس اللي تحب التملك هيك النرجسية، يزم ذوبان العادات السيئة هذه. والله كان نص النهار كل واحد يتنازل، كما وقعت في حادثة الغزو من الغزوات انه جماعة ما عندهمش ماء، واحد برك عنده شربة ماء دار شربة مع جماعة الكل رجعت من القوه ميت، ما كثرش من الإيثار هذا. معناه الإيثار تغليب المصلحة الجماعية على المصلحة إذا الفردية. إذا النهوض بدولتنا اللي هي حبيبة وأنا أعجب للناس، خطر حتى الصحابة وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وقت خرجوا من مكة ورجعوا، لما وصلوا إلى مكة سجدوا وباسوا التراب، حب الوطن راهو حتى هو أصلا هذا إيثار. فعلا فعلا وكذلك. يعطيك الصحة يا وسام، شكرا على تدخلك ما بيناتنا ومرحبا بك وبكل مشاهدينا في تدخلهم ضمن زدني علما. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، ترشي أن الوافد علينا من الآخر أثر على مجتمعاتنا المجتمعات الغربية اللي كل واحد يفكر كان في روحه، أعطيني أنا شنو معناها نحقق في هذا المجتمع خاصة المجتمعات الرأسمالية، ترشي أن هذا الوافد أثر علينا شوية بالنسبة لمجتمعاتنا العربية الإسلامية؟ هو في الواقع الوفد هذايا قاعد يقدم معناها في ربما صور ناصعة عن التضامن وليس معناها في شيء آخر. اليوم ربما معناها ثم حديث معناها في البلاد الأوروبية الغربية على رعاية الحيوان، على الرفق بالحيوان، يعني تقوم الدنيا ولا تقعد إذا أسيئت معاملة حيوان، فما بالك بإنسان. ثم منظمات معناها تقوم ربما برعاية بعض الناس هكما المشردين الذين يبيتون في بعض المحطات، محطات المسافرين وغيرهم. هذا على كل حال هو عندهم هما سلوك داخل من ضمن سلوكاتهم وفي حضارتهم وفي علاقتهم ببعضهم. لكن بالنسبة إلينا اليوم المطلوب أن نذكر، التذكير ربما يكون معناها كافي لكي نصل إلى التراحم بين الزوج والزوجة. اليوم أحوجنا إلى التراحم بين الزوج والزوجة، لأن النظر في تونس اليوم إلى ارتفاع عدد قضايا الطلاق، تقريبا في بعض الإحصائيات تونس الأولى عربيا في قضايا الطلاق. لسال أن يسأل لماذا؟ لو كان التراحم موجود ولو كان الحوار موجودا فما أوصلنا إلى هذه النسب؟ اليوم المشاكل في المحاكم بين المشاغلين والعمال، يعني العامل والمشغل لو كان بينهما قدر من الحوار والاحترام والتراحم ما وصلنا إلى هذه الحالة. رغم أن الدين بتاعنا في صلاتنا، يعني وقوفنا في صفوف واحدة، اجتماعنا في مكان واحد، في صلاة واحدة، نؤدي فريضة واحدة، الزكاة، الصدقة، هذه كلها ربما من دواعي التضامن ومن دواعي كذلك التراحم بين الناس. إذا ترى المشكلة فينا احنا، معنا كل واحد المشكلة هو اللي ما يبداش بروحه، ديما يفكر كان في أنه الآخر كيفاش يزم يكون، أما هو ما يفكرش كيفاش يجب أن يفعل من أجل الإصلاح. هي التذكير الجماعي والتذكير معناها بأن التراحم واجب من الواجبات. ثم كما قلت معناها لابد أن نعطيها للتراحم صيغا. نعم. حب ناخذ مثلا مثال اليوم، معناها بعد الثورة لماذا إلى حد الآن لم يقع إنشاء صندوق الزكاة؟ وما أحوجنا إلى إنشاء صندوق الزكاة؟ يعني سابقا كنا معناها ربما تقريبا صندوق اللي كان معناها موجود سابقا 26 في بداياته، وهذا نقوله للتاريخ، معناها كان فيه إنجازات كبرى، ثم تحول هذا الصندوق لخدمة ربما أغراض أخرى، لكن في البداية المجتمع التونسي تفاعل مع هذا الصندوق. اليوم أقول لماذا لا تكون هناك دعوة إلى صندوق زكاة، ولماذا لا تقوم الدولة هي نفسها بجمع الزكاة من القادرين، يعني من الذين وجب عليهم إخراج الزكاة وإعطائها للمستحقين. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، لماذا تأخر مشروع الأوقاف؟ ونعرف احنا سابقا يعني الى تقريبا بدايات الاستقلال، معنا بعد جاء زعيم بورقيبة واوقف مساله الاوقاف. الاوقاف هذه ربما تكون فيها تمويل للمدارس وللمعاهد وللكليات وللمحاكم، ومن هنا يا اخو القاضي استقلاله، القاضي ما عادش معناها الدوله هي التي تدفع اليه جرايته، القاضي ياخذ جرايته من الاوقاف.
والأوقاف هذه فيها تواصل، لأن الناس يحبون فعل الخير فيوقفوا أو يحبسوا بعض الملكي لفائدة ربما كتاب أو مدرسة أو معهد أو مبيت جامعي أو مؤسسة خيرية، ومن هنا تدخل هذيك نرجع العادات الطيبة، لأن الحبس هو معناها من العادات الإسلامية الطيبة، نعيد إحياء العادات الإسلامية الطيبة لكي ينهض هذا المجتمع. يعني من ناحية عن التذكير، التذكير على المستوى التربوي، التذكير على المستوى الاجتماعي، التذكير على المستوى السياسي، ومع ذلك لابد من إنشاء مؤسسات اقتصادية خيرية تقوم بهذا الواجب وتنشئ خلق ربما تؤسس خلق الترحم في هذا المجتمع. أستاذ عمر، أنت خليتنا في صلب ما يجب أن يكون اليوم. من هو المسؤول عزيز المشاهد عن ترسيخ هذه القيم؟ هل ترى أنا وأنت وألا الدولة، وإلا أنا وأنت والدولة والهياكل والمجتمعات والمؤسسات وكل هذه هي الأسئلة حاولنا أن نطرحوها عليكم أنتم في روبورتاج ثاني، نشوف الإجابة معكم ثم نواصل معكم ومع مكالماتكم الهاتفية اللي توصلنا حول موضوع مجتمع التراحم عن طريق التليفون 74-621-607. فمن المسؤول عن ترسيخ هذه القيم من أجل تحقيق مجتمع التراحم؟ يتحمل مسؤولية غرس قيم التراحم.